مهمة التيار الوطني الحر هو أنه يدعو إلى التلاقي، ونحن لا نسير بقرار الخارج بل بقرارنا، ولذلك علينا توعية اللبنانيين. الكلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر، والتي شارك فيها حشد من الفعاليات والحزبيين والمناصرين. أنا ما بقدر أفهم كيف في ناس بلبنان تقول ما بدنا نحكي مع بعضنا. واحد لا بده يحكي مع المسيحي، ولا بده يحكي مع المسلم، لا بده يعمل حوار وطني، ولا حوار إسلامي مسيحي، ولا حوار مسيحي مسيحي. طب كيف بيعيش وحده؟ في حدا بهيدا البلد قادر يعيش وحده ويحكم لوحده ويكون عنده كل الناس لوحدهم؟ هيدا بلد قايم على فكرة المشاركة والتشارك بين بعضنا. صعب، أكيد صعب. بتشوفوا ببلدان تانية الحكم أهين، لأنه بيكون في ملك، بيكون في أمير، بيكون في، وما بقى بتلاقوا كتير بديمقراطيات أكتريات كاسحة. طلعوا اليوم حتى تما نسمي بدول الغرب يلي فيها ديمقراطية قديه عم تتجزأ الأحزاب، وقديه عم بيصير في ضرورة الناس تتشارك مع بعضها تتعمل حكومة وتتعمل سلطة وحكم. هون بلبنان في عنا تنوعات أكتر بكتير، وهيدا الشيء ما بيسمح لحدا يقول أنا بدي أعيش لوحدي وبدي أقرر لوحدي، وهو مش طالع بإيده شيء. لا معه أكترية بمجلس النواب، لا معه تلت معطل، لا معه قدرة لا أنه يعطل جلسة ولا أنه يجيب رئيس، بس بده يستفيد من حالة عم تنهار فيها الدولة تيراهن على تطورات بتجي من الخارج، والله يعرف امتى بتجي واذا بدها تجي، وانا بقلكن ما رح تجي. ولفت باسيل الى ان البعض يراهن على الخارج وعلى امكانيه حدوث ضربه امريكيه لايران او ضربه اسرائيليه لحزب الله، مشيرا الى انه في حال ضربت اسرائيل لبنان فهذه كارثه وليست امرا يمكن ان نراهن عليه، واذا لم تضرب يكون رهانه سقط والخساره ارتفعت وتحلل الدوله زاد. كلكم سوا بتسالوا فرد سؤال اليوم، في حرب؟ امتى الحرب؟ ما هيدي وحده حرب نفسيه وحرب تدميريه. هيدا تاريخ اسرائيل مع لبنان، وللاسف بعد في ناس بيدافعوا عنا لاسرائيل وبيحملوا المسؤوليه للمقاومه بلبنان، بدل ما يشوفوا كيف كلنا سوا بدنا نقاوم اسرائيل. انا بقلكن انه الحرب كارثه على لبنان وخطره كتير، لانه بلد مدمر اقتصاديا، مش ناقصه دمار بالطياره الاسرائيليه، بس الكارثه الاكبر بدها تكون على اسرائيل لحتكون تسريع لنهايتها. اذا ب 340 كيلومتر مربع مع حماس ما عم تقدر تطلع، بدها تطلع على 10452 كيلومتر مربع مع حزب الله وكل اللبنانيين. لبنان إسرائيل ما بقى فيها تغزيه ولا تحتله، لأنه لح يكون مقبرة لإله، بس الخوف أنه يكون مقبرة لأولاده، لأنه نحن عم نقبر كل يوم كل لبناني بالذل يلي عم نعيشه إياه وبفقدان الكرامة. لما منمنع انتخاب رئيس، لما منمنع عنه الإصلاحات المطلوبة تيقوم اقتصاده، لما منمنع عنه أنه يقدر يعمل سياسة يرجع فيها السوريين لبلدهم، هيك عم ندفن اللبنانيين بأرضهم وعم نزلهم وعم نمثلهم بكرامتهم. أما في ملف الحوار ورئاسة الجمهورية فتأكيد من باسيل بأنه يجب أن نتحاور لنتفق وليس ليفرض علينا أحد أي أمر. مشكلتنا مع حزب الله الحقيقية هو مشكلتنا أنه ما عم نقدر نبني دولة، لأنه ما في أولوية عنا على بناء الدولة. مش مشكلتنا على إسرائيل، إسرائيل غصب عنا بدها توحدنا مع بعضنا لما بدها تعتدي علينا. بس تاني يوم شو؟ كيف بدنا نرجع نبني البلد؟ كيف بدنا نرجع نبقي اللبناني بهيدا البلد؟ لأنه أخطر أزمة علينا اليوم هي هجرتنا، هجرة شبابنا. وين إن شبابنا؟ كل واحد منكم اليوم ناطر ابنه أو بنته أو قرايبينه ليجوا من برا تيقضي هو وياهم كل كم يوم بالصيفية، وإسرائيل هي يلي عم تمنعنا، والسياسات الداخلية هي اللي عم تمنعنا، والتيكت تبع الميدل إيست يلي ما كانوا يحسوا على دمهم يعملوه مثل سعر العالم هو يلي عم يمنعنا نلتقى. بدنا ننطر الدول تقلنا شو بدنا نعمل برئاستنا، مش نحنا منقرر. ليه؟
شو بعد بدنا تجارب تمرق علينا أكثر من هيك لنفهم إنه رئاسة الجمهورية اللبنانيين بيعملوها، ونطلع من هيدي العقلية إنه روحوا بقى ما بتعرفوا إنه ولا مرة إجا رئيس إلا بإرادة الخارج، وبكرة بس يجي الضوء الأخضر من برا بيمشوا كلهم. إيه لا، نحن ما بنمشي بالخارج، نحن بنمشي بقرارنا الداخلي، وهيدي هي قيمتنا. وما منبطل هيك منبطل تيار وطني حر. نحن لسنا انعزاليين، وهذه ليست طبيعتنا التيارية أو الوطنية. فلبنان لا ينعزل ولا يقسم ولا يفدرل، فهو من شدرة إلى القاع إلى رميش، ختم رئيس التيار.